تقف تونس من جديد أمام لحظة سياسية فارقة تحدد من خلالها وجهة قصر قرطاج بين الاستمرار مع الرئيس قيس سعيد لعهدة رئاسية ثانية أو التغيير باختيار العياش زمال زعيم حركة عازمون وزهير المغزاوي رئيسا ثامنا للجمهورية التونسية. وفي ذلك قول فصل لأزيد من 9 ملايين ناخب تونسي سيفصحون عليه في 6 أكتوبر الجارية. رئاسية 2024 في تونس، وإن جاءت هذه المرة وفق لوائح قانونية جديدة وبيئة سياسية مغايرة لما كانت عليه البلاد في آخر استحقاق رئاسي، إلا أن العملية الانتخابية ما زالت تحافظ على جوهرها القانوني الذي مكن تونس وفق مراقبين من التحكم في تنظيم المواعيد الانتخابية تقنيا وسياسيا. هي طبيعي جدا كل عملية انتخابية تتطور، يعني بعد من انتخابات 2011 إلى انتخابات 2024 13 سنة، يعني 13 سنة فيها صياغ جديدة وفيها قوانين جديدة وفيها طبيعة جديدة وفيها رؤية جديدة حتى سياسية في البلاد، ليس نفس الطبقة السياسية في 2011 و2014 و2019 باش تكون نفسها، ليس نفس تقريبا الفاعلين السياسيين ليس نفس المسار وليس نفس الوضعية السياسية في البلد، هذا طبيعي وأنه تتطور القوانين ولا تتغير دون المس بجوهر القوانين، دون المس بحرية الاقتراع، بحرية الناس اللي مترشحة، حرية الحملة الانتخابية. على صعيد التحديات يبرز الوضع الاقتصادي وعلاقات تونس بجيرانها وبعمقها الاستراتيجي ضمن أولويات نزيل قصر قرطاج، فرغم البيئة السياسية التي توصف على أنها مهيئة لإنجاح الانتخابات الرئاسية، إلا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد يشكل أكبر هواجس تونس شعبا ومؤسسات. كخبراء معنا منذ 2011 كنا لاحظنا جميع المحطات الانتخابية، صحيح أن الانتخابات الرئاسية ل 6 أكتوبر 2024 تختلف تقريبا عن انتخابات 2019 و2014 بالنظر إلى الاستحقاقات معناها من أجل أن تصير الانتخابات هذه في إطار الشفافية والنزاهة، بالرغم أنه عديد التنقيحات اللي أدرجت على القانون الانتخابي، ولكن هذا ننتظر أن تونس يتوجه نهار 6 أكتوبر إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب رئيس يمثلهم، خاصة وأن الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية اللي تمر بها البلاد وخاصة أمام صندوق النقد الدولي أو أمام الاتحاد الأوروبي اللي هو يعتبر الشريك الاستراتيجي الأول لتونس استحقاق كبير والرهانات كبيرة. وفيما تستعد تونس لواحد من أهم الاستحقاقات الانتخابية في تاريخها، يتطلع التونسيون ليكون 7 أكتوبر موعد لإعلان انطلاقة جديدة نحو تحسين وضعهم الاجتماعي. بالنسبة للرئيس القادم أنا ننتظر منه أنه يشوف مشاكل العباد إنسان قبل كل شيء. أنا ال5 سنين المقبلة بحول الله على مستوى الاجتماعي ننتظر حاجات كبيرة من الرئيس، وعلى مستوى الاقتصادي زاد باش تطور تونس وباش تقدم بحول الله ثم الخير لتونس. يزينا فدينا من جماعه السياسه. انا ننتظر من الرئيس الجاي ثم تحسينات، وماذا بينا رئيس جديد ماذا بينا يعمل على المقدم يكون يكمل مشوار اللي عمله. تضبط عقارب الساعة في الجمهورية التونسية على موعد رئاسية 6 أكتوبر 2024، ومعها تتزايد التساؤلات بشأن نزيل قصر قرطاج الجديد أو الرئيس الثامن للجمهورية التونسية، ومعها تتزايد تطلعات الشعب التونسي نحو تحسين أوضاعهم سياسيا واقتصاديا وكذلك اجتماعيا. فهم بو عبد الله، قناة الجزائر الدولية من العاصمة تونس.